بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم المحبب حكم الدين مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. ونبدأ بالسؤال الأول الذي وردنا من أخ مستمع، يقول: هل ورد النهي عن سب الريح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأقول في الجواب عن هذا السؤال إنه ورد في الحديث: لا تسب الريح فإنها من روح الله. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام من روح الله أي من رحمة الله. فقد ورد كما سبق وذكرت النهي عن سب الريح، والرسول صلى الله عليه وسلم نصح الإنسان المؤمن أن لا يكثر من الكلام إلا فيما كان فيه الخير. بارك الله بك فضيلة الشيخ. وقد وردنا سؤال آخر من مستمع كريم، يقول: شخص طلق زوجته بالثلاث، هل يستطيع أن يرجعها قبل انتهاء العدة؟ من المهم جدا بيان حكم هذه المسألة، وهو أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: الطلاق مرتان، ثم في آية أخرى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المعنى أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا ثلاثا، سواء كان بلفظ واحد أو متفرقا، فإنه لا تحل له هذه المرأة إلا بعد أن تمضي العدة وتتزوج برجل آخر، ثم يدخل هذا الرجل عليها، ثم يطلقها إن شاء، ثم تمضي العدة. بعد كل هذا إن شاء الرجل الأول يستطيع أن ينكحها من جديد. أكرمك الله وبارك الله فيك. وقد وردنا تساؤل من بعض المستمعين عن الصلاة في العتمة، فماذا يكون الجواب؟ الجواب عن هذه المسألة أن كثيرا من الناس يظنون شيئا هو خلاف الصواب، يظنون أن الصلاة في العتمة أمر فيه بأس، والعكس هو الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي في العتم، وفي ذلك الوقت كان أهل اليسار يستصبحون بالزيت أو بالشحم، والأولياء أغلب صلواتهم في الليل. المقصود من ذلك أنه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعد كان يستطيع الشخص أن يستعمل ضوءا من الزيت أو من الشحم، ومع ذلك كانوا يتركونه ويصلون بالليل، لأن هذا الأمر فيه خير عظيم. بارك الله فيك. وقد وردنا سؤال من أخت مستمعة، تقول: إذا جاء دم النفاس ثم انقطع بعد 20 يوما بضعة أيام ثم رجع الدم، فما حكم الدم الجديد؟ أولا، عند انقطاع الدم يلزم المرأة الاغتسال وأن تصلي كالعادة كما كانت تفعل قبل نزول الدم. ولو كان هذا الدم الذي هو دم النفاس انقطع بعد 20 يوما، يعني لا تنتظر المرأة مضي 40 يوما مع نقائها من الدم كما تفعل بعض النساء، لأن النفاس أقله لحظة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما، وإن كانت في رمضان تصوم. فإن كان انقطاع الدم مدة 15 يوما ثم نزل دم جديد، يكون هذا الجديد حيضا إن استمر يوما وليلة. كذلك لو انقطع الدم في اليوم 55 مدة 5 أيام ثم نزل يوما وليلة، يكون الجديد حيضا لأنه جاء بعد 60. فأعود أقول: أقل دم النفاس لحظة وغالبه 40 يوما، وأقصاه أي أكثره 60 يوما في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. زادكم الله علما. يعترض بعض الناس على تقبيل يد الرجل الصالح، فما حكم تقبيل يد الرجل الصالح؟ يقبل وجه الرجل الصالح ويده للبركة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في جامع الترمذي أنه قبلت يده، ولم يثبت كما يروي بعض الناس أنه رفض أن تقبل يده عليه الصلاة والسلام. وكان رجل يسمى ثابت البناني من التابعين، وهو تلميذ خاص لأنس بن مالك،
كان يقبل يد أنس بن مالك ويقول: هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبل عينه ويقول: هذه عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص كثير من العلماء على أنه يستحب تقبيل يد الرجل الصالح، وقد روى حادثة ثابت المذكورة الهيثمي في مجمع الزوائد، كما ثبت أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله وقال: ارض عني يا عم. وثبت أيضا، أي صح، أن الإمام مسلما لما التقى الإمام البخاري رضي الله عنهما قبله بين عينيه وقال: لو أذنت لي لقبلت رجليك. فتقبيل يد الرجل الصالح للتبرك شيء معروف مشهور مقرر عند العلماء. بارك الله فيك. ومما وردنا من الأسئلة: ما حكم إضافة كلمة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية، أي أن يقول سيدنا محمد؟ هذا الأمر جائز، لأن هذا هو زيادة لفظ يناسب الأصل، ثم إن الله تبارك وتعالى قال عن سيدنا يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا الآية. فإذا جاز إطلاق السيد على المفضول جاز إطلاقه على الأفضل من باب الأولى. أما قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، فمعناه أن السيد المطلق هو الله، وليس معناه أنه لا يقال عن غير الله السيد. ومعنى السيد الله أي أن الله سيادته عامة شاملة. أما الكافر فلا يقال له سيد، فقد روى ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أغضبتم ربكم. وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا سيد ولد آدم، ذكره السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. وقد صح أيضا كما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد. ورد أيضا قول سهل بن حنيف للنبي: يا سيدي، في حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم صل على سيد المرسلين. وجاء أيضا حديث صحيح: إني خاتم النبيين وسيد الخلائق أجمعين. وقال الطحاوي رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وسيد المرسلين. جزاك الله خيرا. وقد طلب منا أن نسألك عن تفسير آية من القرآن الكريم، وهي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية. الجواب عن معنى هذه الآية: قبل ذلك أقول تجب معرفة أن الله لا يأمر بالشر ولا يأمر بالمعاصي، يؤخذ ذلك من قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن الكريم يتعاضد ولا يتعارض، لا يتناقض. فمعنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة، ليس معناه أمرناهم بالمعصية والفسق، لكنهم فسقوا فيها فاستحقوا العذاب. وليس معناها أن الله تعالى أمرهم بالفسق، نعوذ بالله من ذلك. وهناك قراءة أخرى بالميم المشددة أي أمرنا مترفيها، ومعناها واضح ظاهر لا خفاء فيه، أي صاروا أمراء ففسقوا في هذا البلد، في هذه القرية. أكرمك الله. وقد سأل سائل من المستمعين الكرام عن شخص شك بعد الفراغ من الغسل، هل نوى رفع الحدث الأكبر أم لا؟ هذه المسألة فيها رأيان في مذهب الإمام الشافعي: هل يعيد الغسل أم لا؟ والمعتمد أنه يلزمه أن يعيد. بارك الله فيك. ومن الأسئلة التي وردتنا: من ذكر وأين قول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، وقوله: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته؟ روى كلا القولين
الإمام والأستاذ عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وهذان القولان يعدان من جملة شرح قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فلو لم يكونا رويا عن الإمام علي أصلا فمعناهما على كل حال صحيح، لأنه شرح لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهي آية محكمة في القرآن الكريم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ومما تساءل عنه المستمعون ما هو الفرق بين الماتريدية والأشاعرة؟ الماتريدية هي نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي، وهو إمام أهل السنة في عصره. والأشعرية أو الأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة في عصره. فهذان هما إماما أهل السنة والجماعة، بينا مذهب أهل السنة والجماعة، أي الذين هم على معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم نصب الأدلة على ذلك، ولا يوجد بينهما خلاف يؤدي إلى فساد. والخلاف الذي حصل بينهما في أقل من 20 مسألة. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سألنا سائل، إذا شخص نام عن صلاة الصبح هل يجب عليه أن يقضيها فورا بعد استيقاظه، وهل يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الزوال؟ الجواب أنه لا يلزمه أن يصليها فورا إن كان نام قبل دخول وقت الصبح واستيقظ بعد خروجه. أما إن كان نام بعد دخول وقت الصبح عمدا وهو يعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فهذا وقع في المعصية ويجب عليه القضاء فورا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا. وقد وردنا سؤال من بعض المستمعين يقول، ما الحكمة من الآية التي فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين في قضية الورثة، أي لماذا الذكر له حظ الأنثيين؟ من الحكمة في ذلك أن الله تعالى كلف الرجل بأشياء من حيث النفقة، فهو مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ، وعلى إخوته الذين هم دون البلوغ اليتامى عند أبي حنيفة الفقراء. وقد كلفه الله تعالى بأشياء أخرى مما لم تكلف به المرأة، فلذلك جعل الله تعالى حظ الذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث. جزاك الله خيرا. وآخر سؤال وردنا من بعض المستمعين يقول، هل النجاسة الرطبة تطهر بالجفاف؟ الجواب أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالجفاف، لكن عند أبي حنيفة تطهر النجاسة إن كانت في الأرض بالشمس والريح إذا زالت أوصافها. وعلى هذا فإذا كان يوجد نجاسة على الثوب مثلا وجف، لا بد من إراقة الماء عليه حتى يطهر هذا الثوب، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأكرمك الإله. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف وقد سألناه بعض الأسئلة التي وردت من المستمعين الكرام. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.